أسدل الستار على الدوري الإنجليزي وفاز مانشستر سيتي باللقب مرة السادسة لغوارديولا في 8 سنوات، المرة الرابعة على التوالي، إنجاز تاريخي غير مسبوق لمانشستر سيتي وفي كرة القدم الإنجليزية. ما في أي فريق فاز بالدوري 4 سنوات وراء بعض، هذه ما صارت ولا استوت في تاريخ الدوري الإنجليزي. حتى السير أليكس فيرغسون على أيام عزة وسيطرته على بطولة الدوري ما حقق هذا الإنجاز ل4 سنوات متتالية. اليوم كتابة تاريخ جديد لغوارديولا مع مانشستر سيتي، أحق فريق طبعا مع أرسنال. الأمانة أرسنال قدم موسم استثنائي مع مانشستر سيتي، لكن منافسة مانشستر وايد صعبة خلال الفترة الحالية مع السكواد اللي موجود عندهم ومع المدرب اللي موجود عندهم. مبروك لجماهير مانشستر سيتي هذه الرباعية التاريخية، فوز بلقب بطولة الدوري، هارد لك لمحبين أرسنال ومعوضين خير إن شاء الله. أنا من الناس اللي أحب مطعم ناندوس عشان 3 شغلات بس: السوب والكبدة والدجاج، هاي 3 شغلات في ناندوس ما لها حل صراحة. نبدأ بس هذه شوربة السوب عندهم وشوربة الدجاج عندهم، يا سلام شيء جميل. لا تنسى يا حبيبي، لا تنسى، ضروري جدا. وهذه الكبدة، كبدة الدجاج ما لها حل، أحسن مكان يضبط لك كبدة الدجاج مطعم ناندوس. اسمع أبو عبد، اسمع على هالجو الجميل، هذا المكان الرائع جدا، اختيار موفق صراحة من إدارة اللؤلؤة لها الأغنية هذه. الله، الخير انا عندي لكم سؤال بصراحة، هل في شيء معين تعتمدوا عليه عند شرائكم لمعجون الاسنان؟ يعني انا بروح اشتري معجون الاسنان، لا في شغلات معينة اركز عليها عشان اخذ هذا المعجون بدل هذا، ولا انك انت خلاص تعودت على نوع معين من معجون الاسنان فانت مستمر عليه وتاخذه في كل مرة؟ انا بصراحة انا بالنسبة لي انا ما في شيء معين، يعني انا متعود مثلا استخدم يا بارودنتكس او احيانا سنسودان، اللي موجود اخذه واروح. لكن هل في شيء معين يعني تعتمد عليه؟ مثلا انا ابغي هذا المعجون عشان رائحه الفم، ولا ابغي هذا المعجون عشان نزيف اللثه، ولا ابغي هذا المعجون عشان التبييض، ولا عشان ايش بالضبط؟ هل في شغله معينه؟ الامر ينطبق على الشامبو، شامبو بعد نفس الشيء، ولا تعال اللي موجود قدامك خذ توكل على الله وروح. هذا احتفالا على مرور 10 سنوات على افتتاح مطار حمد الدولي، واحد من اكبر مطارات العالم واجمل مطارات العالم وافضل مطارات العالم. عمرك كبير بس شكلك والله صغير، يشوفك يقول عمرك يا أخي. شكرا يا أخي، شكرا يا أخي، الكلام هذا اللي يعطيك معنوية أنك تواصل رحلة الحياة بالرغم من كل المشقات والمتاعب. حبيب قلبي، أنا شهر 10 القادم إن شاء الله بكمل 45 سنة إن شاء الله، العمر وطولة العمر إن شاء الله يا رب. خربط يا اخي، ما اقدر اعبر عن كلامي حبيبي. متجه ان شاء الله الى مسقط او للبلد، انا اجازه 4 ايام 4 ايام، 2 و3 و4 و5 ان شاء الله، وجمعه يوم الجمعه برجع الى الدوحه ان شاء الله. وبعدها الجمعه والسبت راح اكون موجود في الدوحه، بعدين يعني خلاص تقريبا نهايه الموسم ان شاء الله بانتظار ما هو قادم خلال الفترة القادمة، وبعدها نستعد لبطولة اليورو بحول الله.
دعواتكم يا اخوان. شوف، واحدة من المحطات اللي انت لازم توقف في مطار حمد الدولي اللي هو هذا هارتز. هني يا جماعة الخير، اول شيء تعال عند الشوكولات. هذه تختار لك من هذه يا حبيبي ما لذة وطاب اللي ودك اياها. يا بعدين في شغلات وايد حلوة، المقات هذه لجنط وايد ممتازة، هذه لجنط سواء لك او للأهل.